صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 16 لسنة 2021 بتعيينات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء جاء فيه. يعين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء كل من السيدة مي محمد عاشور أمينا عاما مساعدا للجان والمتابعة. السيدة فاطمة عبد الغني إسماعيل أمينا عاما مساعدا للموارد وإدارة الجلسات.